أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعله أصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نتكلم على المفاهيم الهندسية والعلاقات بين الزوايا وحل تمارين واحد في كتاب الهندسة المعاصر للصف الأول الإعدادي. طبعا احنا عارفين في المفاهيم الهندسية غالبية المفاهيم دي اخدناها في الابتدائي، اللي هو القطعة المستقيمة والشعاع والخط المستقيم والزاوية والاشياء دي سوف نتعرض لها في حل التمارين. اهم شيء في هذه التعريفات ان تعرف ان الزاوية هي اتحاد شعاعين، شعاع هذا شعاع اهوت وده شعاعه، الاتنين دول اتحدوا مع بعض كونوا لي زاوية، كونوا زاوية، ده شعاع وده شعاع، ولهم نقطة بداية واحدة باء، مثلا باء ألف وباء جيم. يبقى إذن الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. هي الزاوية دي بنكتب الزاوية بشكل، إما إن كانت لوحدها بنكتب زاوية باء، إذا كانت مشتركة مع زاوية بنكتبها ثلاث أحرف، الباء تكون في المنتصف، يبقى زاوية ألف باء جيم. زي الزاوية دي نكتبها باء ألف باء هاء، أو زاوية جيم باء ألف اللي هي بالنسبة لي دي يعني. يبقى إذا كانت مشتركة مع زاوية أخرى زي دي فبنكتبها بثلاث أحرف، منها الرأس لا بد أن تكون في المنتصف. طيب هنحل التمارين ولما نتعرض لشيء آخر. النقط ألف وباء وجيم ودال تقع على استقامة واحدة، ألف وباء وجيم دال زي ما شايفين كده. الخط المستقيم ألف دال، الخط المستقيم ده تقاطع الشعاع باء هاء بيساوي النقطة ألف أكمل، بيساوي النقطة باء أكمل. نشوف عاوز يقول إيه. أكمل بأحد الرموز، ينتمي لا ينتمي جزئية ليست جزئية. طيب إذا ينتمي ولا ينتمي بنستخدم بين عناصر ومجموعات، أما جزئية وليس جزئية بنستخدم بين مجموعة ومجموعة. الألف ده عنصر وده الجيم مجموعة، الألف عنصر وده الجيم، أدي ده الجيم شعاع كده ماشي كده، يبقى ألف ينتمي إلى ده الجيم لأن الألف تبع ده الجيم. الدال وألف جيم، هذا ألف جيم أهو ودي دال، القطعة ألف جيم شايف من هنا لهنا القطعة ألف جيم، والدال القطعة بدايتها ونهايتها، الدال بعيد عنها مش تبع القطعة دي، القطعة دي كده ما هيش تبعها، يبقى الدال لا تنتمي. الجيم والخط ألف جيم ألف باء كله يبقى جيم تنتمي. الألف والزاوية ألف الزاوية هاء باء جيم، الزاوية ألف النقطة ألف هاء باء جيم، الزاوية ديت النقطة دي براء الزاوية يبقى لا تنتمي. القطعة دال جيم دي مجموعة، والقطعة ألف باء شعاع خط مستقيم قطعة، القطعة دال جيم دال جيم قطعة دي، والخط ألف باء الخط ده كله يبقى نقول عليه جزئية. باء جيم القطعة باء جيم والشعاع باء ألف، باء جيم قطعة باء جيم كده والشعاع باء ألف، طبعا لها جزئية ما هيش جزئية منها. باء ألف شعاع ودال جيم
خط مستقيم ده كله، والشعر ده جزئية. ألف جيم قطعة، ألف جيم قطعة، وألف دال قطعة. ألف جيم كده لعندنا، وألف دال من هنا لهنا، يبقى ألف جيم تبعها جزئية. سؤال بعد كده، اذكر أنواع الزوايا التي قياس كل من هنا منها كالآتي. طبعا احنا عارفين الزاوية الحادة اللي هي الزاوية الصفرية من صفر، الزاوية الحادة من صفر لـ 90 قبل التسعين، والزاوية القائمة 90، المستقيمة الزاوية المنفرجة من صفر لما من 90 لما قبل التسعين بعد التسعين قبل التسعين مية يعني 90 و إلى 180 قبله. 180 اللي هي المستقيمة، والمنعكسة أزيد 180 وأقل 360، متجمعها والنقطة 360. طيب دي تبقى زاوية إيه؟ 57، يبقى دي حادة لأنها أقل من 90 وأكبر من صفر. 117 أكبر من 90 وأقل من 180، يبقى دي منفرجة. 90 قائمة، 200 منعكسة، أكتر 180 أقل 360، 180 مستقيمة، 43.5 حادة، 48 89 60 حادة لسه ما جاتش 60 أقل من 60، 179 أقل من 80 حاجة بسيطة، يبقى برضو لسه حادة ما بقتش مستقيمة. اكتب قياس الزاوية التي تتمم كل من الزوايا، تتم يعني هي والزاوية هيبقوا 90، دي هتبقى قياس الزاوية كام؟ 60. 60 هتبقى كام؟ 30. 48 يبقى 42، 22.5 ادي النص، على 22 يبقى دي 23، نشيله من 90 يبقى 57. ثلاثة وخمسين وربع، يبقى دي تلات ارباع، بقيت الاربعة، بقيت الاربعة وخمسين، يبقى عندنا باقي 36. 90 صفر، 60 دقيقة، يبقى ادي 40 عشان 60 دقيقة يبقى صفر دقيقة، صفر دقيقة، ويبقى دي 26، يبقى 74، صفر 90. ننتقل للسؤال الخامس اللي هو الرابع، و عندي اخر سؤال في الصفحة دي. اكتب قياس الزاوية التي تكمل، يعني يبقى هي والتانية 180، يبقى دي 160، 90، 2 من 0، 8، و5 من 7، 2، 10 من 180، 170، نص ونص يبقى 1 و92، 93 من 180 يبقى 87، صفر 180، صفر 60، ادي صفر دقيقة، بقت 142، يبقى دي 38. ننتقل للصفحة التالية. اكمل الجدول الاتي، قياس زاوية ا ب ج 50، يبقى المنعكسة بتاعتها نطرح 50 من 360 تدي المنعكسة،
يبقى تبقى ايه؟ 310. 330 اللي هتكملها تبقى 360 اللي هي 30. 105 يبقى دي 5 يبقى بقت 110 من 360 يبقى دي 5 2 7 من 10 نطرح دي من 360 يبقى 23. نطرح دي من 360 9 من 10 1 7 من 16 9 1 من 2 1 350 10 أكمل ما يأتي. الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. قياس الزاوية المستقيمة بتساوي 180 درجة. قياس الزاوية الصفرية صفر. قياس الزاوية القائمة 90. الزاوية الحادة هي الزاوية التي قياسها أصغر من 90 وأكبر من صفر. إذا تمت تتمايز مجموع قياسهما 90. إذا تمت كمتان 180. إذا تمت جبرتان حادثتان من تقاطع المستقيم وشعاع نقطة بدايتهما واحدة على المستقيم نقطة بدايته على هذا المستقيم زاويتان متكاملتان حادثتان متكاملتان يعني زاويتين اهمت على خط مستقيم اهو وجيت بدأت بشعاع تاني كده عملنا زاويتين يبقى الزاويتين دول دي اصلا كانت زاوية مستقيمة يبقى متكاملتان يعني مجموع 180 درجة. الزاوية المتجمرتان هما المتطرفان متعامدان تكون متتمتان لأن الاتنين بمجموعهم بتسعين كده. الزاويتان المتجاورتان اللتان ضلعاهما المتطرفان على استقامة واحدة تكونان متجاورتان اللتان ضلعاهما المتطرفان على استقامة وتكونان متكاملتان. بعد السؤال ده نسيبه واجب وإن شاء الله نكمل في الحصة القادمة بإذن الله.